سلام، وصفتنا اليوم هي هاد لافطراد هادي اللي كتصلح بزاف وقت الخريف والشتا، واللي بنينه بزاف وسهله التحضير. بالنسبه للمكونات ديالها راه ساهله بزاف، غير تبعوا لا فيديو وان شاء الله غادي تعجبكم بزاف. اول حاجه كنحتاجو هي بطاطا. كناخذو بطاطا اللي كتصلح للسليق واللي كتسلق دغيا، كناخذوها كنسلقوها في اناء اللي فيه كميه ديال الماء بالقشور ديالها باش كتجي بنينه بزاف. كنخليوها حتى كطيب وكتولي بحال هذا الشكل هذا. كنقيوها مزيان، حيدوا لها داك القشيرات ديالها كيف ما كتشوفوا، هذا ضروري. ونقطعوها طريفات على شكل مربعات، تكون ماشي كبيره بزاف ماشي صغيره بزاف، المهم تكون متوسطه. بالنسبه للصوص اللي هي السر ديال هذه الاكله هذه، كناخذوا فيها دانون مسوس، شويه ديال القزبر، شويه ديال الكورنيشون قطع طريفات رقاق، شويه ديال الزيت البلديه، وشويه ديال الموطارد. هذا ضروري باش كيعطي واحد المذاق زوين. والا ما كيعجبكمش الموطارد ماشي ضروري ديروه، تقدروا تعوضوه بحاجه اخرى. انا درت هكا شويه ديال الثومه حتى هي كتعطي مذاق زوين، شويه ديال الملحه وشويه ديال الكمون. هادشي كله كيجي فيها رائع. الا ما كيعجبكمش الكو ديال الكمون مع هاد الوصفات بحال هكا، تقدروا ديروا غير البزار. انا درت غير الكمون حيتاش صحي وكيجي بنين. فخلطت المكونات كلها مزيان مع زويته بلديه، وكنحصل على صوص بهذا الشكل هذا، كتجي بنينه بزاف. نقدروا نرفقوها مع بزاف ديال الاكلات اخرين وديال الخضروات اخرين، ولكن انا اختاريت نديرها اليوم مع الطبق هذا حيتاش كتجي متناسبه معاه وكتجي بنينه ومختلفة. فكناخذو بطاطا ديالنا اللي قطعناها طريفات صغار، كنضيف عليها هذيك لاصوص اللي وجدنا ديال دانون مسوس والتوابل اللي شفنا، وكنخلطو كلشي مزيان في اناء كبير بحال هذا الشكل هذا، وكنقدموها. غير جربوها على حسابي، راه غادي بنينه بزاف وغادي تعجبكم وتعجب وليداتكم، خصوصا دابا فصل الخريف وفصل الشتاء كيكونوا لي سلطات قلالين، وضروري اننا ندخلوا الوليدات ديالنا والعائله ديالنا هكا شي حاجه اللي فيها الخضروات. وهذه طريقه زوينه، وان شاء الله غادي نشارك معكم وصفات اخرى بافكار جديده اللي غادي تعجبكم بزاف. غير كتبوا لي في لي كومونتير شنو هما الوصفات اللي تبغوني انا نقدم، وان شاء الله غادي نوجدهم لكم في اقرب فرصة. شكرا لكم على المشاهدة، ونشوفكم ان شاء الله فيديو جديد مع وصفة جديدة وحية جديدة. سلامة.